ظروف انطلاق الامتحان هي ظروف جيدة عبر كل يعني مناطق الوطن، عبر كل الولايات، كل الظروف التنظيمية يعني من الشروط التنظيمية والتربوية والأمنية واللوجستية تم توفيرها بإحكام. كما قلت يوم الأمس كذلك في مجلس الوزاري المشترك المعقد يوم 16 ماي 2023، كل مخرجات هذا المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه السيد الوزير الأول تم تنفيذها وتنصيبها، وكل الدوائر الوزارية الشريكة معنا في تنظيم هذه العملية بشكل مباشر وغير مباشر قامت بدورها كما يجب. كذلك تحية لكل الأجهزة الأمنية التي قامت بدور كبير في تأمين وتنظيم هذا الامتحان من حيث جوانبه الأمنية. الآن نتابع إن شاء الله انطلاق الامتحان من هذه الولاية ومن كل ولايات الوطن، ونتمنى التوفيق في هذا الامتحان لأبنائنا إن شاء الله.